في برضه نقطة مهمة احنا اتكلمنا عليها وطبعا قالها كابتن علي محمد علي، فكرة ان احنا ممكن عايزين لعيبة تانية تخش المنتخب. عايزين نقول لو احنا بننتقد او بنقول اكيد ممكن بننصح ونقول كذا، بس كيروش قال حاجة مهمة الناس مش عارف ليه بتنساها. قال باب المنتخب مفتوح للجميع. فكل لاعب موجود في الوقت الحالي سواء طارق حامد، عشان عارف الناس كلها يعني تميل اكتر لطارق حامد وغيابه عن المنتخب واللي حصل لمحمد شريف وقفشه ولاعيبه كتير، كل لاعب يجتهد في الفتره الجايه بقدر الامكان. واعتقد ان اي لاعب متميز هيخش المنتخب، المدرب عايز يكسب يا جماعه، هو المدرب عايز يخسر اكيد عايز يكسب، فكل لاعب لكن بيحاول. هو عنده استراتيجي برده كان شغال بيها، انا مش معترض، وبيبنيها ومختلفه، والراجل وصل بيها نهائي افريقيا يعني. وعلى فكره ولما لعبنا في كاس العرب بيلعبها بودله كلهم او لعبها اول مره نشوفهم خد الرابع، ولما خسر من المنتخب القطري اللي بقاله ست سنين مع نفس المدرب بيتم اعداده، شاركوا في تصفيات كاس العالم في اوروبا في مجموعه فيها البرتغال وصربيا، شاركوا في الكوبا امريكا كاس امريكا الجنوبيه، ودي السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت على طول شاركوا في كاس الذهبيه اللي هي كاس امم امريكا الشماليه. يعني عملوا احتكاكات مع قاره امريكا الشماليه والجنوبيه واوروبا، منتخب قوي جدا جدا تم اعداده عشان لما كاس العالم يستضيفوه اخر السنه دي يكون منتخب قوي. شفنا منتخب مصر عمل مع ايه باللعيبه البودله، كنا واقفين على رجلنا اخر لحظه، بل كنا متفوقين وكدنا ان نفوز في المباراه في الوقت الاضافي، ودي كانت من مفاجات البطوله الحقيقه، انه مع كل اصابه ومع كل لعيب احنا معتمدين عليه بيخرج كنا بنبقى متخوفين، لان امام عاشور نزل عمل يعني شغل قوي مع انه مش بيلعب في مكانه. يمكن مراكز جديده، ما هو دي الفكره، انه إيه كانوا بيتكلموا على انه كيروش بيلعب اللعيبه في اماكن مش اماكنها، وما اخدش مثلا زي مثلا جمهور الاهلي ما كان دايما بيتكلم على قفشه مثلا، يمكن هو على طارق حامد، يمكن هو ما كانش مقتنع بمساله المركز رقم 10 في خطته. هو ليه طريقه معينه، خلينا برضو نقتنع انه نتكلم بالقناعه كده، كيروش عنده تكتيك معين بيلعبه، فهو عايز يجيب اللعيبه اللي بتخدم على الطريقه بتاعته، الطريقه بتاعته دي وصلنا بيها لنهائي كاس افريقيا. نخلينا معاه باقي ماتشين كمان. لكن عندنا مشكله في الهجوم. ويمكن كابتن علي محمد علي قالها ان احنا سجلنا 4 اهداف فقط خلال كاس افريقيا، لكن قبل ما نقول مشكله الهجوم احنا عندنا مشكله في ضياع الفرص السهله، يعني احنا عندنا فرص كتيره سنحت لينا في كذا ماتش، ماتش الكاميرون على فكره سنحت لنا فرص جدا كتير جدا كبيره جدا. ده احنا كنا بنرجعه للاجهاد، ولا انت شايف له سبب تاني؟ وارد يكون جدا، وارد يكون اجهاد، ممكن عدم برده، ممكن تسرع اللعيبه برده غصب عنها. يا جماعه احنا بنعيش تجربه صعبه جدا في وقت قليل قوي، يعني اللعيبه دي راحت كاس عرب وراها كاس افريقيا بعدها تصفيات كاس العالم قبلها على طول، كتير قوي بصراحه. دي كمان جت في وقت صعب جدا في اخر تصفيات كاس العالم، واحنا لو ناخد نفتكر كان موقفنا صعب، ماتشين ليبيا فرقوا معانا بالفوز ذهابا وايابا وحطونا على طول على التراك وفرقوا معانا فعلا بشكل كبير جدا جدا. وبعد كده طبعا ماتش الجابون، فاز على الجابون، وعلى فكره الجابون منتخب قوي جدا، شفناه في كاس افريقيا منتخب متماسك جدا، احنا كسبناه بسهوله في القاهره. فلا الراجل بيعمل شغل، دي شغل مختلف. طب احنا عندنا مشكله في الهجوم، ولا هي طريقه كيروش طريقه دفاعيه وفي منتخبات كبيره بتلعب بالطريقه دي؟ لا ما اعتقدش وبتسدد. ما اعتقدش الطريقه الدفاعيه، بدليل ان احنا ماتش المغرب هو بدا بتحفظ، بيبدا بتحفظ في كذا مباراه، ده كان واضح وده انا عذره فيه، لان طبعا فرق الخبرات كبير قوي قوي بين لعيبه بتلعب لسه عندها ماتشين وثلاثه دوليين بيلعب لعيبه عندها 60 و70 مباراه دوليه، فكان طبيعي يبقى في تحفظ شويه. لكن على مدار المباريات كوت ديفوار، المغرب، الكاميرون، السنغال، كنا بنبدا بتحفظ وبعد كده بنبدا نخش بنشوف شغل هجومي. واعتقد السيناريو حصل في ال4 ماتشات، احنا ماتش المغرب كسبنا 2-1 وكان ممكن النتيجه توصل 4-1 او على الاقل 3-1. هل كيروش كان قاصد ان احنا في المباريات اللي فاتت دي كلها نوصل لضربات الترجيح؟ اكيد لا، هو عايز يكسب خلال المباراه، بالدليل ان تبديلاته غالبا بتكون هجوميه. يعني زي تبديل شريف واللي الناس اتكلمت عليه، طب نزلته ليه؟ ما هو احنا ما كناش بنلعب لان احنا نوصل ضربات الجزاء. ده اقول لحضرتك حاجه بقى، دي بقى نقطه مهمه قوي. هو محمد شريف لو نفتكر كان اضاع ركله جزاء قبل كده مع منتخب مصر في مباراه قطر، فهو ممكن يكون خايف ان هو يجي يخش تاني تحت هذا الضغط ونوصل لبعد خمسه، ممكن مش هيحطه اول خمسه، يوصل للضربه السابعه الثامنه وهو يخش يضيعها، فالموضوع يبقى صعب شويه. طب ليه نزل شريف وليه طلعه؟ نتكلم بالمنطق، هو نزله عايز يكسب، ما دي بقى النقطه اللي بنتكلم فيها، هو منزله عشان عاوز يكسب، انا منزل مهاجم يحاول يخطف هدف وخلص المباراه. لكن ده ما حصلش، يعني فده الاجأ للحل الثاني، انزل لاعب متميز في ركلات الترجيح، نزل زيزو وفعلا دخل وشاط اول ركله وجابها. فممكن يكون لي وجهه نظر فنيه، برضو احنا محتاجين دايما نحترم وجهه نظر الجهاز الفني، اكيد عندهم حاجات كتيره هم شايفينها فيها مشاكل وعايزه تتعدل، اكيد عندنا دلوقتي ازمه في المكان حتى وان اخطا، يعني حتى وان اخطا، يعني مساله ممكن ناس كتير بتتحدث عن مساله انه ده ظلم لمحمد شريف وانه ما لحقش يعمل حاجه وثلاث دقائق ما لحقش يعمل 12 فيهم 12 حاجه 12 دقيقه بالظبط، نزلوا 12 دقيقه بالظبط. ف يعني حتى وان اخطا الجهاز الفني، شغل المدرب هو اجتهاد، بيجتهد وقد يصيب وقد يخطئ،
ان هو بيجتهد. ده وعلى فكره ده كل المدربين في العالم كده. يعني موسيماني لما جه لعب ماتش اول امبارح مع مونتيري المكسيكي وما عندوش لعيبه وكان بدا وحافظ على طريقه 3 4 3 ويجيب محمد مغربي لاعب من الصغيرين عنده 21 سنه ينزله في ماتش زي ده هل ده هنقول بقى ده بيألف؟ لا، الراجل مغربي عمل اداء قوي جدا حلو. بعدها اول تغيير عمل ايه؟ هو ما عندوش دك طلع محمد مغربي اتصاب، لاعب مجهد مش قادر عنده جهاد في العضله، اما طلعه مش هيغامر بيه عشان الاصابه ما تطورش وما عندوش لعيبه اصلا. رجع محمد هاني من وسط الملعب خلاه مساك ونزل كريم فؤاد في اليمين. هل محمد هاني مساك؟ لا، محمد هاني اصلا باك يمين او ظهير ايمن، هو اللي سجل هدف الفوز. انت هنا بتعمل اسقاط على مساله انه عادي ان اللعيبه تلعب في غير اماكنها. المدرب بيجتهد وبيحاول يجهز اللعيبه في كذا مكان، يعني اكيد امام عاشور هو مدربه ومعرفه او عارف ان هو ممكن يلعب في المركز ده او ممكن في خلال التدريبات يدربه في المركز ده. احنا عمر كمال عبد الواحد وهرجع له، وده لاعب مهم جدا جدا، واتمنى النهارده ان هو برده من اللي يخرجوا بره الاحتراف. عمر اصلا احنا متعودين عليه جناح يمين او مهاجم تاني. غيابه اثر فينا امبارح؟ اكيد اثر، لان خلاص رجليه في البطوله، اي لاعب رجليه في البطوله هتفرق كتير. عمر كمال عنده امكانيات هجوميه كبيره جدا جدا. انا ما اقدرش برده الوم امام عاشور امبارح ما اداش دور هجوم قوي. اولا قدامه جبهه يسرى قويه جدا جدا للمنتخب السنغالي، يكفي ان فيها ساديو ماني وقدر ان هو يمكن يشل حركته تماما في 120 دقيقه. احنا فين ساديو ماني امبارح؟ ما شفناهوش تقريبا غير في الركله اللي ضيعها والركله اللي جابها في الاخر. غير كده احنا ما شفناهوش غير في لقطه خد فيها انذار بسبب امام عاشور برده.